بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. يسأل يقول: كيف يكون سجود السهو في حالة الزيادة وفي حالة النقصان؟ نريد أن نطبق قاعدة القاف والدال. القاف والدال، النقص فيه حرف القاف، قبل السلام فيه حرف القاف، إذن كل نقص قبل السلام. الزيادة في حرف الدال بعد السلام في حرف الدال، إذن وتكون الزيادة بعد السلام، إذن كل نقص قبل السلام وكل زيادة بعد السلام. نطبق قاعدة القاف قبل نقص والدال زيادة بعد، والله أعلم.